كامل العالم. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: مجلس الوزراء يعلن الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزاري، ويؤكد على سياسة النائب النفس عن صراعات المنطقة. بري يدعو إلى إقرار قانون جديد للانتخاب قائم على النسبية، ويؤكد أن جلسة 29 لا تزال قائمة. بريطانيا تنشر آلاف الجنود في محيط المواقع الحيوية، وتعتقل 3 أشخاص على صلة بهجوم مانشستر. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: رياض سلمي حاكما لمصرف لبنان ل6 سنوات جديدة. وفي الرياضة: نجاة زوجة غوارديولا من تفجيرات مانشستر الإرهابية. أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدة أن لدى الأطراف ومجلس النواب مهلة حتى 20 حزيران للتوصل إلى اتفاق على قانون الانتخاب. وأضاف في معرض تعليقه على بيان قمة الرياض الختامي أن لبنان يلتزم ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري. من جهته أكد الرئيس سعد الحريري أن ما يهمنا هو أن يستمر الجو الإيجابي وأن نحيد لبنان عن المشاكل القائمة حوله. وأضاف: لقد اخترنا النائب النفس وهذا أساس سياستنا. وعن قانون الانتخاب قال الرئيس الحريري: يجب التوصل بشتى الوسائل إلى إقرار قانون جديد، لأنه لا أحد يرضى بالفراغ أو 60. ولتفاصيل إضافية ننتقل مباشرة إلى قصر بعبدة مع مراسلتنا شهير دريس. شهير، ماذا في المواقف وماذا أقره من بنود في جلسة اليوم؟ رشا، فعلا مواقف موحدة، توافق، التزام بما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري. هذه هي جملة المواقف التي طبعت جلسة اليوم لمجلس الوزراء في بعبدة، والتي سادها جو من الهدوء انسحب على كافة البنود التي تم إقرارها، لا سيما موضوع حاكم مصرف لبنان، إذ تم تعيينه لمدة 6 سنوات جديدة أو التجديد له حتى ل6 سنوات ضمن توافق وإجماع من الجميع، على الرغم من الفترة الطويلة التي شهدها عدم التوافق حول هذا الأمر. لكن يعني كان هناك مواقف متعددة من قمة الرياض، سواء كما ذكرت لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة سعد الحريري، إذ أنه تم يعني التوافق على أن يكون البيان الوزاري والخطاب القسم هما العامل الأساسي في هذا الأمر، تحييد لبنان عن كافة الصراعات التي الموجودة حوله من أجل يعني أن يبقى الاستقرار إن كان الأمني. ووفق هذا الاستقرار هناك اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى نهار الجمعة في قصر بعبدة للبحث في المواضيع الأمنية في البلاد، لا سيما طبعا بعد انسحاب حزب الله من الحدود الشرقية للبنان. وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، الأوضاع الأمنية يجب أن تكون يعني مستقرة بشكل عام. كان الرئيس الحريري أكد أنه خلال لقاءاته في الرياض أكد لجميع الرؤساء ورؤساء الحكومات بدعوتهم إلى لبنان، وكذلك أكد أنه سيكون هناك مواضيع عديدة يجب بحثها، لا سيما موضوع تلوث نهر الليطاني ومنطقة بر الياس، إذ أن هناك اجتماع في السراي بعد ظهر اليوم للبحث في هذا الموضوع. لكن في موضوع قانون الانتخاب، الرئيس عون قال أن لدى الأطراف السياسية ومجلس النواب مهلة حتى 20 حزيران للتوصل إلى اتفاق، وسبق أن أعطينا المزيد من المهل من أجل ذلك كي لا يحصل فراغ، ونأمل أن يقر المجلس صيغة لقانون الانتخاب لأن هذا هو الهدف الذي نعمل عليه. أما الرئيس الحريري فقال أن مشاركة لبنان في هذا المؤتمر أي قمة الرياض أمر طبيعي، ونحن نعمل دائما على ترميم علاقاتنا مع كل الدول، هذا هو الشيء المهم بالنسبة إلينا. والبيان الذي صدر عن القمة غير ملزم، وما صدر في خطاب القسم
والبيان الوزاري واضح، والأهم تحييد لبنان عما حوله. كما قال بشأن قانون الانتخاب أنه يجب التوصل إلى إقرار قانون جديد لأننا لا نرتضي الفراغ أو العودة إلى قانون 60، واعتبر أن هناك فرصة حقيقية لإنجاز هذا القانون ويجب أن ينجز وأن نعمل جميعا من أجل ذلك، وهذا ما يريده رئيس الجمهورية، أي قانون جديد، وإن شاء الله نصل إليه قريبا. إذن يعني هذا ملخص ما جاء في مجلس الوزراء، سنتابع معكم التفاصيل في نشرة الثامنة، وهناك بنود عديدة أهمها أقر موضوع يعني موقف السيارات في التل في طرابلس، وكذلك موضوع الوكالة الوطنية للإعلام الذين يعني كان لهم اعتمادات من موظفين بقيمة 1,307,000,000. إذن نستمع الآن إلى أبرز ما قاله وزير الإعلام ملحم رياشي حول مقررات الجلسة. وعن القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض وما حصل فيها من ملابسات، لا سيما لجهة البيان الذي صدر، قال فخامة الرئيس: البيان صدر بعد مغادرة الرؤساء والوزراء، في أي حال نحن ملتزمون بما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري. وأضاف دولة الرئيس: إن الإعلان الذي صدر ليس ملزما، وما يهمنا هو وحدتنا الوطنية والمواقف المحددة في خطاب القسم، والبيان الوزاري وما ورد فيهما واضح، والمهم أن يستمر الجو الإيجابي بين كل الأطراف السياسية وتحييد لبنان من المشاكل التي تدور حوله. وأضاف: إن وجودنا في المملكة أفسح في المجال أمام لقاءات مع عدد من الملوك والرؤساء، وتداولنا معهم في الأوضاع العامة ودعوناهم لزيارة لبنان، كما اتفقنا مع المسؤولين السعوديين على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية العليا خلال شهر رمضان المبارك. رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه بدأ تطبيق مشروع الشرق الأوسط الكبير، ونقل النواب عن الرئيس بري خلال لقاء الأربعاء دعوته إلى وجوب التوصل إلى قانون جديد للانتخاب قائم على النسبية. وللمزيد ننتقل مباشرة إلى مراسلتنا في عين التينة مها ظاهر. مها، ماذا في تفاصيل المواقف التي أطلقها الرئيس بري؟ نعم رشا، يعني قبل البدء بلقاء الأربعاء النيابي كان استهل رئيس مجلس النواب نبيه بري يومه بالتعليق على صفحته الخاصة على فيسبوك بالقول بأن مشروع الشرق الأوسط الكبير قد بدأ، تقسيم المقسم والتعاون الاقتصادي بين كل شعوب المنطقة بدلا من حقوق الدولة الفلسطينية. هذا التخوف من هذا الموضوع انعكس على تصريحات النواب التي نقلوها عن الرئيس نبيه بري، والذي حذر من خطورة الوضع الاقتصادي الذي لا يقل أهمية عن الوضع السياسي، داعيا إلى ترتيب البيت الداخلي نظرا لخطورة الوضع في المنطقة. ونقل النواب عن الرئيس نبيه بري قوله بأن الاتصالات ما زالت مستمرة حول قانون للانتخاب ولا جديد على هذا الصعيد حتى الآن. النائب علي بزي قال بأنه حتى الآن جلسة 29 من أيار قائمة، إلا إذا كان هناك من دعوة لعقد استثنائي، وهذا يتم بين التنسيق والتوافق بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وعندها إذا تم فتح دورة استثنائية سيكون هناك إرجاء لجلسة 29، ولا تزال المهلة يعني حتى يوم الجمعة إذا ما كان هناك نية لدى رئيس الجمهورية لفتح دورة استثنائية. النائب علي بزي علق على ما قاله الرئيس ميشيل عون بالأمس حول دعوة اللبنانيين خلال 90 يوما لإجراء الانتخابات النيابية وفقا للقانون الساري، فتناول هذا الموضوع النائب علي بزي فقال: إذا كان المقصود يعني موضوع حل المجلس النيابي، فإن حل المجلس يكون لسببين: إما رد الموازنة، وإما عدم انعقاد المجلس طيلة فترة العقد العادي، وهما شرطان لم يتوفرا لحل المجلس النيابي. النائب نبيل نقولة قال دعا إلى عدم تفسير ما قاله الرئيس ميشيل عون من أنها دعوة لإجراء الانتخابات على أساس قانون 60، ولفت إلى أن ما قاله الرئيس ميشيل عون هو لتحفيز النواب لإجراء لإنجاز قانون جديد للانتخابات، ولكنه أردف قائلا بأن هناك دستور
الدستور يجب أن يطبق في حال لم يتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات. النائب قاسم هاشم من جهته قال إن الاتصالات مستمرة ولا جديد حول قانون الانتخاب، وأن جلسة 29 قائمة إلا إذا كان هناك من دعوة لفتح عقد استثنائي. نستمع إلى بعض ما قاله النائب علي بزي. ما فيك تاخذ الصوره، صوره المشهد على مستوى الداخل اللبناني بمعزل عما يحصل في المنطقه. فما يجري في المنطقه انعكاساته على لبنان اذا ظل الوضع مستمر على ما هو عليه ربما يؤدي الى انعكاسات سلبيه نحن بغنى عنها. وايضا ما يحصل في لبنان ما بيطلع يعني قشه امام هذا المشهد الذي يرتسم على مستوى المنطقة. في تحديات بلبنان أكثر بكثير من الأوضاع السياسية والتجاذبات اللي عم بتصير على أهمية أمام الانتخابات، هي الأوضاع الاقتصادية أيضا اللي عم يعاني منها لبنان واللبنانيين. رفض وزير المهجرين طلال إرسلان العودة إلى قانون الستين وتحت أي ظرف من الظروف. كلام إرسلان جاء بعد لقائه في بنشعة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، الذي أكد من جهته على قدرتنا على إجراء الانتخابات عبر إعطاء بعض التنازلات لتسير الأمور، متسائلا لماذا كان القانون النسبي في بكركة لمصلحة المسيحيين واليوم لم يعد كذلك. اليوم في مسؤولية وطنية عند الكل، لازم كلنا سوا مثل ما بيقولوا يتحلوا فيها، وخاصة المسؤولين. هلا المزايدات، يعني انا وقت بيكون هدفي زايد على الخصم السياسي شيء، وقت بيكون هدفي البلد شيء ثاني، لان المشكله انه عايشين بمرحله مزايدات. يعني انه هلا بنشوف كيف بدنا نعطل مجلس النواب، اذا هدفنا الفراغ هينا، اذا هدفنا نعمل انتخابات وقانون انتخابات بتصور قادرين نعطي شويه تنازلات بيمشي الحال. وبعدين اليوم مصلحه المسيحيين، انا بشوف خلينا بلا يعني انا ماني شايف انه مصلحة المسيحيين ما بتهم الكل، بس ولكن وين هي؟ شو هي؟ شو بدنا نتفق كمان شو مصلحة المسيحيين؟ يا هل ترى يعني اليوم اللي اتفقنا عليه ببكركة كل المسيحيين كانوا موجودين وخاصة الموارنة، ما طب وقتها كان مصلحة المسيحيين هلا بطل؟ ليش؟ بدنا نعرف ليش بطل؟ ليش كان من سنتين هو مصلحة المسيحيين وليش هلا بطل؟ يعني كمان ما تغير شيء. إذا بيقولوا كانوا مختلفين القوات والعونية اتفقوا، طب ليش بالعكس مثل ما بيقولوا تتأكد أكثر مصلحة المسيحيين بهذا القانون؟ ليش كان النسبة مصلحة المسيحيين وهلا بطل؟ يعني يا كنا من سنتين عم نكذب، يا مش عارفين شو عم نعمل، يا هلا عم نكذب. إسعاف أبو خشفه التي فقدت جنينها بعد تلقيها طعنات عدة على يد العاملة الأثيوبية أمس نقلت إلى مستشفى الروم في بيروت وحالتها الصحية شبه مستقرة. بعد عدد من العمليات التي خضعت لها استقرت حالة إسعاف أبو خشف الصحية، من مستشفى سبلين نقلت إلى مستشفى الروم في بيروت حيث ستخضع إلى مزيد من العمليات بعد تعرضها لعدد كبير من طعنات السكين على يد العاملة الإثيوبية. جريمة قتلت جنينها قبل أن يولد، جنين أنقذ والدته من الموت بعد تلقيه عنها ثلاث طعنات قاتلة. أما زوج إسعاف محمد حديدي فوصل ليلة الثلاثاء من قطر بحالة انهيار وخوف على زوجته وحزن على ابنه سليم الذي لم يرى النور. العائلة المفجوعة التي لم تستيقظ من هول الجريمة بعد تخبع في المستشفى إلى جوار إسعاف بانتظار تعافيها وعودتها إليهم. دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مجلس القيادة الجديد لقوى الأمن الداخلي إلى عدم الانجرار والغرق في الوحول السياسية التي لا يمكن إلا أن تتسبب في تعطيل مؤسسات الدولة أو في أحسن الأحوال جعلها عاجزة عن الإنجاز. كلام المشنوق جاء أمام مجلس القيادة برئاسة المدير العام اللواء عماد عثمان، الذي وجه إليه الدعوة لحضور الاحتفال بمناسبة عيدهم 156 في 9 حزيران المقبل. وأكد المشنوق على أولوية تسريع العمل من أجل إنجاز الخطة الخمسية لتطوير وتحديث قوى الأمن الداخلي قبل عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، تمهيدا لإقرارها وإطلاع الرأي العام على مضمونها.
والخطة الخمسية تتناول حسب المشنوق ليس فقط تحديد حاجات قوى الأمن الداخلي بل رسم الرؤية المستقبلية لطبيعة المهام الأمنية الأساسية التي ستوكل لهذه القوى والتجهيزات التي ستحتاجها. لمناسبة عيد المقاومة والتحرير دعا قائد الجيش العماد جوزيف عون العسكريين إلى البقاء على أتم الاستعداد لمواجهة ما يبيته العدو الإسرائيلي من مخططات تستهدف أرضنا وشعبنا وثرواتنا الطبيعية مع الحرص الدائم على الالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته بالتعاون الوثيق مع القوات الدولية. كما دعا العماد عون في أمر اليوم العسكريين إلى توسيع رقعة انتشارهم على الحدود الشرقية وإلى مزيد من اليقظة والجهوزية لمواصلة الحرب على الإرهاب والعمل على استئصال هذا الخطر نهائيا من جسم الوطن، ونحن على ذلك مصممون وقادرون. وأبدى قائد الجيش أسفه لجرح رفاقكم العسكريين المخطوفين الذي ما زال ينزف في جسم المؤسسة والوطن، واعدا ذويهم واللبنانيين جميعا أن يعمل الجيش وبكل السبل المتاحة للوقوف على مصيرهم وإعادتهم إلى أحضان عائلاتهم ومؤسستهم. افتتاح كلية عصام فارس للتكنولوجيا في بين العكرية، والكلمات تشدد على ضرورة إنماء المنطقة. بدعوة من جامعة البلماند في بين العكارية أقيم حفل افتتاح كلية عصام فارس للتكنولوجيا في حضور ممثلين عن الرؤساء ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس والبطريرك يوحنا العاشر والكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والشيخ خلدون عريمط ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري وحشد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والمهتمين. شعب عكار متشوق للتعليم الجامعي، وأنا ابن عكار أقف دوما بجانبهم في كل ما يحتاجون إليه. نطالب معكم ومعهم الأسرة الدولية العمل الجدي على إيقاف الحروب الدائرة في سوريا والعراق واليمن وفلسطين وسائر المنطقة الشرق أوسطية. الأوطان يا سادة لا تبنى إلا بخيرة أبنائها علما وثقافة إيمانا ووطنية وإبداعا. الدعوة اليوم إلى الطبقة السياسية أن تسعى إلى الوصول إلى قانون الانتخاب المناسب صونا للحياة الدستورية ودرءا لأية عواقب قد يخلفها الفراغ. وخلال الحفل ألقيت كلمات خصصت لشرح اختصاصات الكلية، كما عرض فيلم عن الصرح العلمي الجديد. في زحل داهمت وحدة من جهاز أمن الدولة أحد المستودعات في المدينة وضبطت كميات كبيرة من الذخائر أسلحة خفيفة ومتوسطة وعدد من القنابل والقذائف وعتاد عسكري. وتتابعون بعد الفاصل. البابا يستقبل ترامب ويتمنى عليه العمل باتجاه السلام. رفعت بريطانيا حالة التأهب إلى الدرجة القصوى بعد هجوم مانشستر الإرهابي واعتقلت 3 أشخاص على صلة بالاعتداء، فيما تواصل أجهزة الاستخبارات جمع المعلومات عن منفذ الهجوم سلمان العبيدي والجماعة التي يرتبط بها. رفعت حال التأهب الأمني في بريطانيا إلى درجتها القصوى عقب هجوم مانشستر الذي قتل وجرح فيه العشرات وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. وقد أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 3 أشخاص على علاقة بالهجوم وإلغاء كل الاحتفالات والتجمعات العامة فورا، كما نشرت أكثر من 3000 جندي في مواقع حيوية بالبلاد للحؤول دون حصول هجمات جديدة، وهذا ما حذرت منه رئيسة الحكومة تيريزا ماي.
من جانبها أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أن منفذ هجوم مانشستر سلمان العبيدي لديه شركاء وهو معروف لدى أجهزة الاستخبارات البريطانية، في وقت كشفت الخارجية الفرنسية أنه يعتقد أن عبيدي قام برحلة سرية إما إلى ليبيا أو إلى سوريا أحدثت تحولا في حياته وجعلته متطرفا، ثم قرر بعدها أن ينفذ هذا الهجوم. العبيدي الذي يبلغ من العمر 22 عاما يتحدر من والدين ليبيين لجأ إلى بريطانيا قبل سنوات ليعودا إلى ليبيا بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وقد عاد قبل أيام إلى بريطانيا لتنفيذ هجوم مانشستر. وتبين أن والد العبيدي ينتمي لجماعة ليبية يترأسها متشدد على علاقة بعلي الصلابي الذي يعد مفتي جماعة الإخوان الليبية التابعة لتنظيم القاعدة والتي لعبت دورا مهما في نشر الفوضى والعنف في ليبيا. وهذه المعلومات تتقاطع مع ما ورد في سجلات جهاز أمن الدولة الليبية المصنفة للمطلوبين في عهد القذافي، حيث صنفت الأجهزة الأمنية الليبية رمضان العبيدي والد منفذ الهجوم ضمن عناصر تنظيم القاعدة. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماع أمني أنه يريد تمديد حال الطوارئ في البلاد حتى الأول من تشرين الثاني المقبل. حال الطوارئ التي تشهدها البلاد منذ العام 2015 تتيح للشرطة الفرنسية إجراء عمليات دهم واعتقال، وقد كان مقررا أن ينتهي العمل بها في منتصف تموز المقبل. أكدت المملكة العربية السعودية أن أمن واستقرار البحرين جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وأبدت السعودية دعمها للإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها والتصدي للمحاولات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعته والمساس به. من جهتها أكدت دولة الإمارات تضامنها التام مع البحرين، مبدية رفضها لوجود أي جيوب تدعم الفوضى والإرهاب في البحرين. كثفت قوات الأسد غاراتها على أحياء درع البلد بالتزامن مع اشتباكات عنيفة شمال حي المنشية، فيما أخلد داعش بالكامل أحياء محافظة الرقة. خلال زيارتها لتركيا لتفقد أوضاع اللاجئين السوريين هناك، أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن واشنطن لن تسمح بأي هجوم كيماوي جديد على الشعب السوري. وفي الميدان السوري شنت قوات الأسد 9 غارات جوية وألقت عشرات الصواريخ على أحياء درع البلد بالتزامن مع اشتباكات عنيفة شمال حي المنشية المحرر، حيث تسعى قوات الأسد والميليشيات الموالية استعادة النقاط التي خسرتها في المنشية. وهذه المحاولة الثالثة لها في أيام تخفيف التصعيد منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. من جهة أخرى أقدم تنظيم داعش على إخلاء عدد من أحياء محافظة الرقة بالكامل، وبذلك تكون قوات سوريا الديمقراطية قد نجحت في السيطرة على محافظة الرقة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد إنزال جوي وتغطية مدفعية من التحالف الدولي. إلى العراق، حيث كشف مجلس محافظة نينوى أن القوات الأمنية باتت تسيطر على نحو 97% من الساحل الأيمن لمدينة الموصل على يتم تحرير باقي الأحياء قبل شهر رمضان المبارك. وقد حررت قوات مكافحة الإرهاب حي النجار بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه، فيما لا يزال نحو 350 عنصرا من داعش يتحصنون في الساحل الأيمن للموصل. يستعد الفلسطينيون للخروج بمسيرات ليلية في مختلف المحافظات تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقد دخل أضراب الكرامة يومه 38، فيما يعاني غالبيتهم من هبوط حاد في الوزن وضغط الدم ومن أمراض جلدية عدة بسبب نقص الفيتامينات في أجسادهم، إضافة إلى تعرضهم لحالات إغماء وتشنجات.
تزامنا أعلن عميد الأسرى كريم يونس أن الأسرى يتجهون لتصعيد خطواتهم النضالية خلال الأيام المقبلة من خلال الامتناع عن شرب الماء والملح. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع البابا فرانسيس في الفاتيكان، محطته الثالثة من جولته الخارجية. وقد تمنى البابا على ضيفه العمل باتجاه السلام، فرد ترامب بأنه لن ينسى هذه الرسالة. إنه اللقاء الأول بين رئيس أكبر قوة عالمية ورئيس أصغر دولة في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبابا فرانسيس، الذي لطالما انتقد خطوات ومواقف ضيفه خلال حملته الانتخابية وحتى بعد وصوله إلى البيت الأبيض. بعد لقاء ثنائي دام نصف ساعة في الفاتيكان، تبادل الرئيس الأمريكي والبابا الهدايا أمام الوفد المرافق لترامب والمؤلف من 12 شخصا، بينهم زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا، اللتان اتشحتا بالسواد بموجب البروتوكول المعتمد في الفاتيكان. وقدم البابا لترامب رسالته لليوم العالمي للسلام وميدالية تمثل شجرة الزيتون رمز السلام، متمنيا أن يعمل في هذا الاتجاه. أما الرئيس الأمريكي الذي قال إنه لن ينسى هذه الرسالة التي تسلمها لأنه بإمكان السلام أن يكون مفيدا، فقدم للحبر الأعظم مجموعة كتب لمارتن لوثر كينغ. ترامب انتقل بعدها إلى القصر الرئاسي حيث أجرى محادثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، كما التقى رئيس الحكومة باولو جنتيلوني في دار السفير الأمريكي بروما، ليغادر بعدها إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي يوم الخميس. وصباح الجمعة يعود الرئيس الأمريكي إلى إيطاليا ليرأس وفد بلاده إلى قمة قادة مجموعة السبع التي ستعقد يومي السبت والأحد المقبلين. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الحريري: أدوات الحوار أصعب بكثير من أدوات النزاع. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. مجلس الوزراء يؤكد على سياسة النأي بالنفس، بر يدعو إلى إقرار قانون جديد للانتخاب قائم على النسبية. بريطانيا تنشر آلاف الجنود في محيط المواقع الحيوية. قبل عودته إلى بيروت، شارك رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حفل تخرج طلاب مدارس نجد في الرياض. خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، شارك رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حفل تخرج طلاب مدارس نجد في الرياض. الحفل حضره أعضاء الهيئة التعليمية والخريجين، ومن بينهم نجل الرئيس الحريري حسام الدين، فضلا عن أهالي الطلاب. رئيس مجلس الوزراء ألقى كلمة في الحفل الذي ألقيت فيه أيضا كلمات عدة. من نعمة الله علينا بأننا نخرج للعام 30 على التوالي طلابا من مدارس أسسها والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري. دليلا على أن قصة عائلتنا مع العلم والتحصيل العلمي والتعليم ما زالت حية تواصل رسالتها النبيلة السامية. وفي الختام، شارك الرئيس الحريري في توزيع الشهادات على الخريجين. أقرت لجنة الإدارة والعدل في اجتماعها اقتراح قانون الإثراء غير المشروع على أن يعرض على المجلس النيابي للتصويت عليه. رئيس اللجنة النائب روبير غانم شرح المراحل التي مر بها هذا الاقتراح قبل إدخال التعديلات الأخيرة عليه. وضحنا بموضوع الإسراء غير المشروع شو هو الإسراء غير المشروع. هو كل زيادة موجودات لموظف بمعنى زيادة كبيرة غير قابلة للتبرير، يعني لا يستطيع الموظف في خلال المساءلة انه يبررها لانه عم يقبض مثلا رواتب مشروعة لا يمكن تبريره، وبالتالي هذه أصبحت جريمة بحد ذاتها. ثم حددنا هذه الجريمة بأنها جناية وليست جنحة، وبالتالي الملاحقة تكون
إما مباشرة أمام النيابة العامة وإما بشكاوي أمام الهيئة لمكافحة الفساد يلي كمان لجنة الإدارة صدقته من فترة. استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى بطريرك انطاكيا سائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، بحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. أكدت النائب هي الحريري أن الحوار هو السبيل الوحيد لبناء السلم الوطني، لافتة إلى أن أدوات الحوار أصعب بكثير من أدوات النزاع. برعاية رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري ومشاركة راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إلي حداد، أقامت مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة والشبكة المدرسية لصيدا والجوار وحلقة التنمية والحوار حفل توزيع جائزة المطران سليم غزال للحوار والسلم الوطني. الحفل شارك فيه أكثر من 300 طالب وطالبة من 34 ثانوية ومدرسة رسمية وخاصة ومن مدارس الأونروا من مختلف المناطق اللبنانية تباروا في الشعر والقصة والمقالة والرسم. وأن أدوات الحوار هي أصعب بكثير من أدوات النزاع، لأن في الحوار فهم عميق للمكونات الإنسانية الفكرية والثقافية والإبداعية، وأن الحوار يقوم على أساس احترام الرأي والرأي الآخر واحترام حرية الاعتقاد والتفكير وإبداء الرأي. من هنا فإننا نثمن غاليا ما تقوم به لجنة مسابقة جائزة سليم غزال مطران الحوار والسلم الوطني اللبناني. من أقوال سليم غزال: حرروا ذواتكم من الطائفية، إنها أسوأ الأنظمة، ليس فيها قيم، لا مساواة ولا عدالة ولا احترام للإنسان. عيب علينا خدمة المجتمع على أنه مسلم أو مسيحي، الكل يستحق الخدمات. الحفل الذي تخلله عرض فيلم عن مسيرة المطران الراحل غزال وتقديم من الطالبتين نبيل عرب ومنار شربجي، تحدث فيه منسق الشبكة المدرسية نبيل بواب ورئيس حلقة التنمية والحوار إيميل إسكندر، وتطرقا إلى مزايا الراحل. وفي الختام قامت الحريري والمفتي سليم سوسان وحداد وإسكندر بإزاحة الستار عن منحوتة نصفية تجسد شخص المطران غزال من تنفيذ الفنان التشكيلي علي حماني، كما جرى توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين والشهادات التقديرية على المشاركين. ردا على ما تنقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول نية المدعو وليد بهلول تفجير نفسه في الضاحية الجنوبية، أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن بهلول اتصل من مستشفى السلام في دمشق ليعلن ذلك، لكن التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات كشفت أن المعلومات حول التفجير غير صحيحة، ويرجح يكون سبب الاتصال كيدي. الكاتبة والروائية نورة شفيق الحريري توقع روايتيها قلوب مضطربة والماسة المفقودة في حفل في صيدا برعاية وزير الثقافة. برعاية وزير الثقافة غطاس خوري، وقعت الكاتبة والمؤلفة الروائية نورة شفيق الحريري روايتيها قلوب مضطربة والماسة المفقودة، وذلك خلال حفل أقيم في خان الإفرنج في صيدا بمشاركة رئيسة لجنة التربية والثقافة النائب بهية الحريري والسيد شفيق الحريري ورئيس بلدية صيدا محمد سعودي وجمع من الشخصيات السياسية والأهلية والثقافية والفنية وعائلة الكاتبة. ابتدأت بطريق طويل، حقك تحلمي وحقنا نحلم معك انك راح تكوني كاتبة وأديبة مهمة تنعش الروح والحياة في قلوبنا. نحن مع الرئيس سعد الحريري كل التسويات اللي قمنا فيها هي لنحفظ بلدنا، وبدي أقول شيء أكثر من هيك، أنجز التسوية بهالبلد، هالتسوية جابت رئيس للجمهورية. اليوم إذا لم ننجز قانون للانتخابات ونذهب إلى الانتخابات، هذه التسوية معرضة للفشل، ولذلك الهم الأساسي والكبير يجب أن يكون منكب على إنجاز قانون للانتخاب من هلأ ل 19 حزيران وبعد إجراء الانتخابات النيابية، ونكون أخذنا البلد إلى استقرار سياسي وهيدي وجبة. صيدا
التي تمنيت أن تصبح قبلة السواح واللبنانيين منذ بداية لفظ اسمها، وها أنا اليوم أقدمها لكم مدينة الثقافة والوحي والجمال. أختم معك عمتي الراقية في كل حضور والغالية في كل موقف، شكرا إلى دعمك ومحبتك التي كبرت فيها والتي رافقت روحي في كل لحظة. أتمنى أن يصل كلامي إليك، أنت يا رفيق الدرب ورفيق الطفولة ورفيق الخيال في مخيلتي. أهديك كل نجاح وكل العالم، وأهديك صلاتي في كل ركعة على الشمس تواسيك في عالمك الجديد. واختتم الحفل بعرض تمثيلي للروايتين، وبعدها قامت الكاتبة الحريري بتوقيع كتابيها للحضور. أقامت الجالية اللبنانية في ولاية ميتشيغان الأمريكية حفلا تكريميا للشاعر نزار فرانسيس وسط حضور حاشد من مختلف فعاليات ومؤسسات الجالية. الكلمات أثنت على الإضافة النوعية والأدبية للشاعر فرانسيس، ونوهت بالمجهود الاستثنائي الذي بذله على المسرح الشعري اللبناني والعربي. وشهد الحفل تقديم درع تقديري باسم مدينة ديربورن، وشهد التقدير وامتنان باسم الجاليات اللبنانية للشاعر فرانسيس. بعد الفاصل في الاقتصاد، الشركة الأم لآيفون تبيع نوكيا. والآن الصفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب. أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد. وافق مجلس الوزراء على تعيين رياض سلامي حاكما لمصرف لبنان لولاية جديدة مدتها 6 سنوات. تقرير محاسن حلبي. ولد رياض سلامي في كفر دبيان في 17 تموز 1950، وهو الابن البكر لتوفيق سلامي وريني رومانوس. تابع دراسته في مدرسة سيدة الجمهور للآباء اليسوعيين، ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت حيث نال إجازة في الاقتصاد. بين عامي 1973 و1985 اكتسب رياض سلامي خبرة واسعة في شركة ميرال لانش، متنقلا بين مكاتب بيروت وباريس، الأمر الذي أدى إلى تعيينه في العام 1985 نائبا للرئيس ومستشارا ماليا. وقد شغل هذا المنصب حتى تعيينه حاكما لمصرف لبنان في سنة 1993 لمدة 6 سنوات، وأعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية في العام 1999 و2005 و2011. يدير الحاكم سلامي المصرف المركزي، ويعاونه في مهامه 4 نواب حاكم والمجلس المركزي. وبهذه الصفة يترأس الهيئات التالية: المجلس المركزي لمصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة الأسواق المالية. الحاكم سلامي عضو في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي. وفي العام 2012 ترأس سلامي اجتماعات مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في طوكيو. وفي تموز 2013 أصبح الحاكم سلامي رئيسا مشاركا في مجلس الاستقرار المالي لمنطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عامين، كما أنه ترأس مجلس محافظي صندوق النقد العربي لسنة 2013. تهدف السياسة النقدية التي اعتمدها الحاكم سلامي إلى صون الليرة اللبنانية من أجل إرساء أسس نمو اقتصادي واجتماعي مستدام. ومن عالم المصارف إلى عالم الهواتف الذكية، حيث اتفقت كل من شركتي نوكيا وأبل أن تتعاونا سويا بعد أن توصلتا إلى تسوية لنزاع بينهما بشأن براءة اختراع تكنولوجية مستخدمة في الهواتف الذكية. وكانت نوكيا رفعت دعوى قضائية في ديسمبر كانون الأول الماضي ضد أبل، تزعم فيها أن الأخيرة انتهكت 32 براءة اختراع تكنولوجية تتعلق بالشاشات وواجهات المستخدمين وتشفير الفيديو. وبموجب الاتفاق ستخزن أبل منتجات نوكيا للصحة الرقمية في متاجرها للتجزئة. وقال محللون إن أحد التقديرات يشير إلى أن أبل حققت إيرادات بقيمة 140 مليار دولار من مبيعات آيفون في العام 2016، بينما لم تدفع إلا مبلغا ضئيلا للملكية الفكرية، أي أقل من 1%. وتقول نوكيا إنها تتطلع إلى دعم أبل، بينما أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبل عن سعادته بتسوية النزاع بين أبل ونوكيا.
هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد والتكنولوجيا. إلى اللقاء. بعد الفاصل في الرياضة. الرياضي أمام فرصة الاحتفاظ بلقب بطولة كرة السلة الليلة. وهلأ الصفحة الرياضية مع عباس حسن. شكرا رشا، مساء الخير. اقترب الرياضي بيروت من الفوز بلقب الدوري اللبناني لكرة السلة للمرة الرابعة على التوالي بانتصاره خارج ملعبه على مضيفه الهومنتمن 76-64 في المباراة الخامسة في الدور النهائي امبارح 3، وبذلك تقدم الرياضي 3-2 في هذا الدور الذي يحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات. علي حيدر قاد فريقه الرياضي للفوز بتسجيله 16 نقطة من 9 نقاط من 3 تسديدات ثلاثية، وأضاف كل من الصربي برانكو سفيتكوفيتش والنيجيري ألادي أمينو 14 نقطة لكل منهم، وكان الأمريكي كيفن جالاوي أفضل لاعبي الهومنتمن بتسجيله 17 نقطة، وأضاف مواطنه دوين جاكسون 16 نقطة، واكتفى فادي الخطيب العائد من الإصابة بتسجيل 10 نقاط في سلة فريقه السابق الرياضي. تجد الإشارة إلى أنه فادي الخطيب صرح اليوم لصحيفة النهار منذ بعض الوقت بأنه لن يكون في هذه المباراة اللي راح تصير اليوم المساء الساعة 9:15 على ملعب صائب سليم في المنارة. ملعب فريندز أرينا يجمع مساء اليوم فريقي مانشستر يونايتد وأجاكس أمستردام في لقاء على نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، وعلى وقع تفجيرات مانشستر الإرهابية. يلتقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره أجاكس أمستردام الهولندي اليوم على ملعب فريندز أرينا في سولنا بالسويد في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، ومن يحقق اللقب سيتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. وتعد المرة الأولى التي يبلغ فيها مانشستر يونايتد المباراة النهائية لمسابقة يوروبا ليج، والمرة السابعة التي يصل فيها لنهائي إحدى المسابقات القارية، والأولى منذ نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010-2011 عندما خسر أمام برشلونة الإسباني 1-3 على ملعب ويمبلي. وتخطى يونايتد سيلتا فيغو الإسباني في نصف النهائي 1-0 و 1-1 فيما بلغ أجاكس النهائي على حساب ليون الفرنسي 4-1 و3-1 في ليون. ويلعب أجاكس النهائي القاري الأول له منذ خسارته نهائي دوري الأبطال في العام 1996 أمام يوفنتوس الإيطالي بركلات الترجيح 2-4. ويسعى أجاكس أحد أبرز فرق القارة إلى استعادة أمجاده القارية، إذ أحرز لقب المسابقة القارية الأولى عام 1971-72-73 ثم العام 1995، كما توج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية 1987 وكأس الاتحاد الأوروبي يوروبا ليج حاليا بالعام 1992. من جهتين أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا تفجير مانشستر قبل انطلاق المباراة النهائية. وبعد مؤتمر صحفي لاثنين من لاعبي أجاكس، قال مسؤول الاتحاد الأوروبي للعبة بأنه سيتم الوقوف دقيقة حداد، وأن الحفل الافتتاحي سيتم تقليصه تكريما لضحايا الهجوم الذي استهدم حفل موسيقي في مانشستر. نجت زوجة المدرب الإسباني بيب غوارديولا كريستينا سيرا وابنتهن فالنتينا وماريا من الهجوم الإرهابي الذي وقع الليل الماضي في قاعة احتفالات مانشستر أرينا في مدينة مانشستر البريطانية. وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أن أسرة المدير الفني لنادي مانشستر سيتي في حالة صحية ممتازة بعد حضورنا الحفل الغنائي للمطرب الأمريكي أرينا جراندي بقاعة مانشستر أرينا. وأبدى غوارديولا حزنه بسبب الهجوم عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث نشر رسالة قدم خلالها تعازيه إلى أسر وأصدقاء الضحايا. سلسلة من الاعتقالات والمداهمات للشرطة الفرنسية على خلفية التهرب الضريبي العالمي. داهمت السلطات الفرنسية مقر نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم ومنزلي لاعبيه الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا وخافير باستوري في إطار التحقيق المفتوح على خلفية التسريبات الصحفية التي عرفت باسم فوتبول ليكس بحسب ما كشف الثالثة مصدر مطلع على الملف. وقال المصدر فيما يخص باريس سان جيرمان، تم تفتيش المقر العام في ملعب بارك دي برانس والمكاتب الإدارية قرب باريس، مؤكدا معلومات أوردتها تقارير صحفية. وفتحت النيابة العامة المالية في فرنسا تحقيق أولي في كانون الأول على في تحدث وسائل الإعلام استنادا إلى تسريبات فوتبول ليكس عن الاشتباه بالتهرب الضريبي لعدد من النجوم العالميين أو محاولاتهم التقليل من حجم الضرائب المتوجبة عليهم، ومنهم نجم ريال مدريد وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا بول بوجبا. وتنص القوانين أنه بغض النظر عن جنسية المقيم على الأراضي الفرنسية فهو ملزم بدفع الضرائب في حال كان يزاول عملا أو يتلقى دخلا أو يمضي نصف السنة على الأقل في البلاد. وبحسب تقرير نشره موقع ميديا
ميديابارت الإخباري في العاشر من أيار، وقع باريس سان جيرمان في آب 2015 عقد مع شركة أوفشور في بنما لتتولى إدارة حقوق صور جنيح الدول دي ماريا، على أن يحصل النادي البريزي على جزء من الأموال التي تدفع العلامة التجارية والرعاة. كشفت تقارير صحفية تفاصيل تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع مدير الفني المحتمل إرنستو فالفيردي الذي رحل عن تدريب أتلتيكو بلباو مؤخرا، لا يقترب بقوة من خلافة لويس إنريكي الذي سيرحل بعد مباراة ألافيش نهائي كأس الملك يوم السبت المقبل. وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أنه فالفيردي سيتم الإعلان بشكل رسمي عن تولي مسؤولية برشلونة يوم الاثنين المقبل، كما أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بعد المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإسباني، وذكرت أن التعاقد لمدة موسمين قابلين للتجديد لموسم آخر، بمعنى أنه سيتم عقد جلسة مع فالفيردي بنهاية موسم 2018-2019 للتشاور معه حول إمكانية استمراره لموسم إضافي من عدمه. هذا كل شيء بالرياضة لهلأ، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. مجلس الوزراء يعلن الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزاري، ويؤكد على سياسة النائب النفسي عن صراعات المنطقة. بري يدعو إلى إقرار قانون جديد للانتخاب قائم على النسبية، ويؤكد أن جلسة 29 لا تزال قائمة. بريطانيا تنشر آلاف الجنود في محيط المواقع الحيوية، وتعتقل 3 أشخاص على صلة بهجوم مانشستر. وفي الاقتصاد، رياض سليم حاكما لمصرف لبنان ل6 سنوات جديدة. وفي الرياضة، نجاة زوجة غوارديولا من تفجيرات مانشستر الإرهابية. نهاية النشرة، إلى اللقاء. النظام الإيراني يشكل رأس حربة الإرهاب العالمي.